ارتقاء بالكفاءة والمهنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة إقليميا وعالميا في منظومة أسواق المال. اعتمدت هيئة أسواق المال خطتها لتنفيذ وتطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد CISI، المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار العالمي. اليوم نطلق برنامج الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، ونعني بذلك هو تطوير لمعايير الكفاءة والنزاهة التي يجب أن يتحلى فيها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المرخص لها والتنفيذيين ومن يعمل بأنشطة الأوراق المالية. الهيئة وضعت معايير الكفاءة والنزاهة منذ 2013 في اللائحة التنفيذية. هذا البرنامج الذي نطلقه اليوم، اختبارات تأهيلية أو تطوير المهني للوظائف واجبة التسجيل، هو يأتي بتطوير لقواعد الكفاءة والنزاهة الواردة في اللائحة التنفيذية للهيئة. هذا المشروع سيساهم في تحقيق التوافق مع المعايير العالمية المطبقة في مختلف أنشطة الأوراق المالية. أضف لذلك سيشكل نقلة نوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية والبيئة الاستثمارية في البلاد. احنا حرصنا ان تكون الدعوة عامة، فدعينا مثلا الشركات المرخصة حاليا، بالاضافة الى اي شخص هو يفكر انه يأسس مثلا شركة تكون مرخصة من الهيئة مستقبلا، بالاضافة الى العاملين في هذه الشركات اليوم او سواء اللي عندهم اهتمام للعمل في هذه الشركات مستقبلا. يذكر أن الشريحة المستهدفة حول هذا المشروع سيشمل الطلبة المقبلين للتوظيف في قطاع أسواق المال، إلى جانب الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أنشطة الأوراق المالية وكل من لديه اهتمام بالعمل في قطاع أسواق المال. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.